اول وصفه هتكون معايا النهارده وصفه دايما بنطلبها من حبايبنا من بره لما بيكونوا مسافرين بره، السعوديه، الكويت، الامارات، بنطلبها منهم وبتبقى عندنا كنز، بتبقى عندنا ثروه موجوده عندنا في المطبخ. ايه هي الوصفه دي؟ بهارات الكاري بالتتبيله الاساسيه بتاعتها، الاصل بتاعها، ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. يلا بينا نقول مقادير بهارات الكاري ونشوف هنركبها ازاي مع بعض. بهارات الكاري: معلقتين كبار كزبره ناشفه ومعلقتين كبار كركم، بعد كده معايا معلقه كبيره حبوب خردل، ودي بتيجي برده من عند العطار، معايا كمان فلفل اسود، توم باودر، حبهان، وحلبه مطحونه، ومعايا كمان قرنفل وكمون وبابريكا، ورق لورا، ينسون، وبصل باودر وملح، ومعلقه صغيره قرفه. لاحظوا حاجه، كل تابل هنعمله او كل بهارات هنعملها هبين لكم البطل الاساسي فيها اللي بيخليها تختلف عن بهارات تانية. عندي هنا في بهارات الكاري الخردل، اول حاجه معايا طعمه وريحته مميزه جدا في بهارات الكاري. ايه تاني معايا؟ الحلبه المطحونه. ايه تاني؟ اليانسون. يبقى الثلاث حاجات دول هم اللي بيميزوا بهارات الكاري عن اي بهارات تانية: الخردل واليانسون والحلبة المطحونة. دول الثلاث حاجات اللي هم الأبطال معايا في بهارات الكاري. طيب ايه تاني على بهارات الكاري؟ طبعا بيتضاف لها ملح، بيتضاف معلقة كبيرة ملح اللي هي أول طبق ده يا خالد، بيتضاف لها ملح مع البهارات، دي حاجة. الحاجة التانية القرفة، أقل تابل فيهم معلقة صغيرة قرفة عشان ما تغطيليش على طعم وريحة البهارات الأساسية بتاعته. كل ده يا جماعة أنا بجيبه حصى بحمصه على النار من غير أي مادة دهنية خالص نهائي، وبعد كده بروح واخداه طحناه. أول ما بحمصه على طول باخده أطحنه واروح على طول حطاه في برطمان وقفلاه وركناه عندي. لو أنا مطبخي سخن ونسبة الرطوبة في المطبخ عالية يبقى أي بهارات من دي هعملها أحطها على طول في التلاجة، باب التلاجة من تحت كده، الرف اللي تحت أرص فيه علب البهارات بتاعتي كلها. تمام، يبقى كده غطينا كذا جانب من جوانب البهارات بتاعتنا. دلوقتي بقى هنجيب معلقة ونيجي نخلط كل المقادير بتاعتنا على بعضها ونقدم أول بهارات معانا. البهارات دي غالية جدا جدا بره، لما بنطلبها من حد يجيبها بتبقى غالية جدا جدا، قيمة جدا جدا، بتدي الأكل طعم مميز جدا جدا. هنعمل إيه؟ هنجيب الطبق اللي فيه البهارات بتاعتنا كده، حاضر، وهنجيب معلقة ونكلم أم رامز. يا أم رامز، صباح الخير يا حبيبتي. صباح الفل، صباح الهنا حبيبة قلبي، ازيك؟ اديك يا حبيبتي، الله يكرمك يا رب. تعيشي، شايفة محل العطارة بتاعنا النهاردة ده؟ راجب العطار. ايوه، هلا العطارة. ربنا يديك الصحة، ما تحرمش منك يا رب. تعيشي يا حبيبتي، اشكرك، ربنا يخليك يا حبيبتي. وبقول يا رب كنا ام يوسف دقت الانسولين لابنها. لا مش سامعاكي. بقول على ام يوسف كريمه. كريمه كريمه. انسولين لابنها يا رب. هي امبارح اتكلمت فعلا وقالت الحمد لله، يعني تمام. خير لله. خير ان شاء الله. الحمد لله. لو سمحت يا مدام هاله، الحشو بتاع البوريو كان فيه معلقتين نشا. تمام. دي النشا بقى يعني مش معروف ان النشا بتطبخ على النار؟ لا، ده النشا هنا فايدته ان هو يشد لي من قوام الكريمة الزبدة اللي عملناها. أيوة. ده لازم معايا وأساسي. تمام؟ شكرا. ومفيش أي مشكلة خالص يا حبيبتي. شكرا. العفو، شرفتيني شرفتيني يا حبيبة قلبي. بصوا كده، ده الكاري، تخيلوا انتوا بقى الشوية دول لو هيجولنا من بره هيقفوا علينا بكام؟ ده طبعا لو ما جاش هدية، يعني لو جه كده بتمنه الشوية دول، أقل منهم كمان بيبقى تمنهم غالي جدا. أهو كده، مين معانا؟ يا استاذه مديحه، استاذه مديحه، استاذه مديحه مش سامعاني. دي كده اول بهارات عملناها عندنا، بهارات الكاري. مين معانا؟ يا استاذه ماجده. صباح الفل. صباح النور، صباح الهنا.
صباح الفل والانوار والحاجات الحلوه يا شيف هاله. ربنا يخليكي، صباح السعاده على عيونك يا حبيبتي. ربنا يكرمك، اشكرك. تسلم ايدك يا شيف هاله، ربنا يخليكي. يلا بقى بصي اعملي شويه التوابل والبهارات دي، حطيها في المطبخ عندك. ان شاء الله، انا عندي جميع البهارات فعلا. طب الحمد لله، تمام الحمد لله. تمام، بقول لحضرتك تحت امرك. بصي انا عندي الليمون الاصفر، عايزه اعمله زي ما حضرتك قلتي اللي هو يتقطع اربعه. تمام، عايزه تخليه متقطع. قولي لي الاول اسلقه في الميه ولا انقعه الاول؟ لا ده بيتنقع بس ما بيتسلقش. ما اسلقهوش؟ لا ما بيتسلقش، اللي بنقطعه حتت صغيره ده وبنخلله زي ما هو كده ده ما بيتسلقش. ماشي. طب قولي لي الطريقه يا شيف هاله، واحط الفلفل اخرمه ولا اسيبه صحيح؟ انهي فلفل؟ فلفل الحامي. الفلفل الحامي قطعيه كده حتت صغيره قد الليمون، يعني خلي كل الحشوه قد بعضها كده كلها. طب يعني انا جايباه من امبارح دلوقتي غسلته اقطعه واروح اخليه على طول؟ لا، لازم يتنقع 3 ايام الاول، كل يوم تغيري عليه الميه مرتين ثلاثه بس. بسلقهوش؟ لا، بعد ما ننقعه 3 ايام ونغير عليه الميه اروح جايباه مقطعاه وعامله له الحشوه بتاعته اللي اتفقنا عليها، والفلفل برضو قطعيه حتت صغيره معاه، وحطي كله على بعضه كده في البرطمان وعيش، وسيبنا عيش. هياخد وقت شويه عشان الليمون بتاعنا مش مسلوق، وده اللي بيديله الطعم المميز. هياخد مثلا ايه، حوالي 20 يوم داخل على شهر، يعني 20 يوم كده طلعي بقى حتت الليمون وكلي، وادعي لي بقى الف هنا وشفا يا حبيبتي باذن الله.